أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا فيكم في تحديثنا للجلسة الأوروبية لهاليوم الاثنين. شفنا تداولات محدودة نسبيا في أسواق العملات، وهذا شيء طبيعي مع انتظار المتداولين لعديد من البيانات الاقتصادية اللي ممكن تكون مهمة وراح تصدر من الولايات المتحدة، واللي بتشمل محضر اجتماع الفدرالي الأمريكي يوم الأربعاء، وكمان بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة المقبل. بالنسبة لتداولات اليوم، ممكن نلاحظ بعض الانخفاض في أحجام التداول، لأن اليوم البنوك الأمريكية مغلقة، وهذا ممكن يتسبب أيضا في تداولات نوعا ما فيها شوية تذبذب ضمن نطاقات. خلينا نطلع الآن على الرسم البياني للعملات الرئيسية مقابل الدولار الأمريكي لنشوف احتمالات التحركات خلال فترة هالأسبوع. عم نشوف اليورو مقابل الدولار الأمريكي عم بيتداول في مستويات قريبة جدا من المقاومة الرئيسية التابعة للاتجاه الهابط، وهي المقاومة متواجدة تقريبا عند سعر 1.0445. التداول تحت هالمقاومة ممكن يبقي على أي محاولة للارتفاع محدودة، لكن من الأسفل بما أنه اليوم احنا في عنا تداولات ضيقة لازم أشوف كسر لمستوى 1.0410 لإثبات امتداد الاتجاه الهابط. من الأعلى الشيء اللي ممكن يخلي اليورو مقابل الدولار يدخل موجة صاعدة هو التداول أعلى من قمة سابقة، يعني الثبات أعلى من 1.0494. بالنسبة للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الامريكي، عم نشوفه ايضا لامس مستويات المقاومة الرئيسية التابعة للاتجاه الهابط، وهذا بيعني انه الزوج بيعاني من ضغط هابط، لكن من الاسفل بفضل اني اشوف كسر لمستوى 1.2080 لاثبات امتداد الهبوط. عودة التداول اعلى من 1.2155 ممكن يكون اشارة لبداية محاولة جديدة للارتفاع. اخيرا وليس اخرا، بنظرة على الدولار الامريكي مقابل الين الياباني، عم نشوف كسر لخط الدعم الصاعد، لكن ايضا رح نكون بحاجة لتأكيدات لاثبات الانخفاض من خلال كسر سعر 134.50، ودون كسر هالمستوى ممكن تبقى اي محاولة للانخفاض محدودة. بحب اشير ايضا الى انه اسعار النفط حاليا عم بتحاول ترتفع، والارتفاع بفعل مخاوف الاسواق من شح المعروض في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية بين روسيا واوكرانيا، لكن اللي عم نشوفه ايضا ان هالارتفاعات نوعا ما محدودة، وهالاسبوع رح يستمر المتداولين في مراقبة البيانات الاقتصادية التابعة للنمو لتقييم النمو الاقتصادي، لانه زي ما بنعرف احنا اذا تراجع النمو الاقتصادي بشكل كبير ممكن يضر بالطلب العالمي على النفط، لكن بشكل عام عم تستمر الاتجاهات الصاعدة وسط المخاوف من انخفاض المعروض عالمياً.